قبل لحظات دخل وقف إطلاق النار حي ذا تنفيذ رسميا، لكن قبلها بدقائق كانت الغارات قد اشتدت بشكل كبير على قطاع غزة وقصفت شقة في هذه البناية، مما أدى إلى اندلاع حريق. لم تحدث أي إصابات هنا لأن الشقة كانت خالية. الآن صوت إطلاق النار يتردد والتكبيرات تتردد في كل شوارع غزة ابتهاجا واحتفالا بوقف إطلاق النار. هل تعتبرون أن هذا الاتفاق يعني لصالحكم، جاء لصالحكم؟ أكيد هو الاتفاق هذا لصالحنا، لأنه الشعب الفلسطيني تعود على النضال وتعود على المقاومة. التهدئة هذه بتقوي المقاومة، بتقوي الشعب الفلسطيني، والعزيمة الحمد لله عند الشعب قوية. وكما قال أحمد ياسين وياسر عرفات، لن نركع على إسرائيل، لا نركع إلا لله سبحانه وتعالى. هذه ستكون أول ليلة هادئة لكم منذ فترة. والله إحنا متأملين بالله أن التهدئة تتم، وهذا التهدئة إن شاء الله من صالح الشعب الفلسطيني، لأنه إحنا بقالنا أكثر من أسبوع 8 أيام فيش إلا قصف، وهذه التهدئة ما إجتش من ضعف للشعب الفلسطيني، هذه أثرت على إسرائيل بالصواريخ اللي طلعت على إسرائيل، ونرجو الله إنها تتم ويلتزم فيها الجانبين والناس تعيش كويس إن شاء الله. إنها المرة الأولى منذ أسبوع يوجد بها تجمهر في شوارع غزة، لا لانتشال جثث ضحايا قصف أو لإنقاذ المصابين، وإنما للتعبير عن الفرحة. الحمد لله، هذا كله بفضل جهود المقاومة وبفضل جهود القسام، الله معاهم، الله ينصرهم. الحمد لله، آخر صواريخ كانت للمقاومة وآخر نصر كان للمقاومة، وهذا النصر الحمد لله رب العالمين بفضل المقاومة وبفضل صمود المقاومة.